قال مصدر مسؤول في حمص إن 78 شخصا من بلدتي حسياء وجندر ممن غرر بهم وتورطوا في الأحداث الجارية سلموا أنفسهم وأسلحتهم إلى الجهات المختصة، وقد تمت تسوية أوضاع الجميع وإطلاق سراحهم بعد أن تعهدوا بعدم العودة إلى حمل السلاح أو أعمال التخريب أو كل ما يمس أمن سوريا، لأنهم أدركوا أن من يحيد عن طريق الوطن لابد أن يرجع نادما، فالوطن هو العزة والكرامة، ومن يفقد وطنه يفقد كل شيء. في حمص وتحديدا في بلدتي حسياء وجندر سلم 78 شخصا أنفسهم وأسلحتهم إلى الجهات المختصة التي قامت وعلى الفور بتسوية أوضاعهم ليعودوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. جينا سلمنا سلاحنا مشان التسوية اللي طلعها السيد الرئيس، والحمد لله يعني رجعنا لحضن الوطن والأمور بخير وعملونا معاملة جيدة الشباب الحمد لله. جيت سلمت سلاحي للجهات المختصة وعملونا بأفضل معاملة، وأدعو جميع المواطنين ممن غرر بهم إلى العودة إلى حضن الوطن وتسليم أسلحتهم. قمنا اليوم بتسوية أوضاعنا وسلمنا سلاحنا، وإن شاء الله منعود إلى حضن الوطن، ومننصح كل شاب أنه يعود لصوابه ويزيع عن طريق الغلط، لأن حب الوطن يسمو فوق كل الجراح. ها هم أبناؤه يجتمعون مرة أخرى ليؤكدوا للعالم الذي أراد تفريقهم أنهم أبناء الوطن الواحد ولا شيء يفرقهم. أنا أتوجه لكل أخ لي ولكل ولد لنا أن الوطن أم، وهي أم كبرى، وهناك أم صغرى هو البيت الذي ينتظره فيه الأب والأم ليعود إلى أحضان أبيه وأمه، ويعود إلى الحضن الأكبر والأحن هو حضن الوطن. إن شاء الله الخيمة بتمتد على ربوع سوريا كلها، وسوريا بتكون خيمة واحدة، هذا أملنا وهذا دعانا. وبالفعل نحن فرحانين، فرحانين نرجع لبعضنا. ولو بتعرفوا شو معنى حسية، نحن بحسية هوني مو هيك، في حسية وجندر، حسية كلمة أرامية معناتها الغفران، المصالحة، المصالحة. نحن نتمنى وبننصح البلدان اللي ما سوت وضع تسوي وضع وتعمل مصالحة وترجع لحضن الوطن من شان ترجع الأمن والأمان اللي كنا نتمتع فيه، والكرة الأرضية بتحسدنا عليك. أرادوها فتنة وقتلا وتفريقا وتدميرا، وأرادها السوريون أصحاب الحضارة والأصالة والعراق.